نكمل البروفيشنال ريستوريشن او تمبرر ريستوريشن. قلنا احنا ليش نسوي البروفيشنال ريستوريشن؟ اول شيء لمن البيشنت راح يشوف الشغل مالتك انه مرتب، وانه انت يعني حميت للسن مالته، ما صار عنده الم، الاكلوجن مالته كلش حلو، شغل مرتب، راح يعني شلون اقول لك يشجع انه هذا الشغل مالتك انه شغل الطبيب مالتي اوكي، يعني راح يسوي لي سكسسفول تريتمنت، تمام؟ فانت راح تشجعه انه يتقبل البروسيسز اللي راح تجت لي اياه. هاي نقطه. والنقطه الثانيه اللي هي والاساسيه اللي هي انه انت راح بروتكتد للتيث، للبريبير تيث وكمفورت، يكون الكيب بيشنت كمفورت على مود ما يصير عنده سنسيشن بالكولد بالهوت درينك، تمام؟ نفس الوقت ما يصير عندك دمج للبلط. requirement of professional restoration. انت البروفيشنال ريستوريشن اللي راح تسويه لازم شنو على اقل تقدير، شنو الشغلات اللي لازم تكون requirement بي، زين، متطلبة بي. أول شيء biological requirement، أول شيء لازم bulb protection, occlusal compatibility and tooth position والperiodontal health وprevent of enamel fracture. أول شغلة لازم يحمي لك البلب مثل ما قلنا bulb protection. الشغلة الثانية occlusal compatibility and tooth position، راح يحافظ لك على البوزيشن مال التوث ويحافظ لك على الاكلوجين ويا الاوبوزيت والادجسنت توث، والبريودنتال هيلث راح يحافظ لك على الهيلث اوف جينجيفا سراوندينج ذا بريبيرد توث اند ادجسنت توث، وبريفنشن اوف انامول فراكتشر يمنع لك الفراكتشر اوف بريبيرد توث. ميكانيكال ريكويرمنت فانكشن وريموفال فور ريوز واستاتيك ريكويرمنت. اول شيء لازم يكون يتحمل قوه المضغ تشوينج اوكي، ويتحمل انه تقدر تستخدمه عده مرات، ريوز كل ما بالامكان انه تستخدمه عده مرات كل ما يكون افضل. والاستاتيك ريكويرمنت كل يعني الجماليه بالانتيرير تيث تدورها اكثر مما بالبوستيرير تيث. هذا اني اريدك مجرد انه تحفظهن، انه البيولوجيكال ريكويرمنت هي بلب بروتكشن، اكلوجال كومباتيبلتي، بريودنتال هيلث، بروفيشنال بالعفو بريفنت انامول فراكتشر. اما الميكانيكال ريكويرمنت اريدك تحفظ انه الفانكشن لازم يتحمل اللود، والريموفال فور ريوز تقدر تستخدمه عده مرات، واستاتيك ريكويرمنت هل انه كل التمبرري كراون او temporary processes تقدر تستخدمها عدة مرات او متوفرة بها كل هاي الريكوارمنت؟ لا طبعا، مو كلية متوفرة بها كل هاي الريكوارمنت، لذني ideal requirement، تمام؟ زين، ideal requirement of professional restoration material، المادة اللي انت راح تستخدمها حتى تصنع من عندها professional restoration لازم شلون تكون؟ good dimensional stability، ما يتغير dimension بها اثناء ما انت مستخدمها بالpatient mouth، biocompatible with the tooth and the adjacent tissue، تكون strong و resistance to wear للتآكل، تمام؟ easy to contour and polish، من السهولة انه تسوي لها contouring وتلمعها، odorless ما بيها ريحة، non-retained بسبب لك تهيج الأنسجة المحيطة بالprocesses، بعد شنو chemical compatible with the loosening cement، يعني تتفاعل ويا السمنت اللي انت راح تسوي attachment ويا البروسيسز او تسوي بي سيمنتيشن، aesthetically acceptable تكون متقبلة، يعني مثلا انت مو بالانتيريتي تجي تستخدم metal او تستخدم لونه يكون pink، adequate working and setting time، يعني ال working والsetting time مالتها يكون جيد يسمح لك انه تشتغل بها بصورة صحيحة، easy to repair من السهولة انه تعدلها قبل ما تخليها بالبيشنت ماوث. classification ايش التصنيف مالتها؟ احنا هسه نريد ندرسها، لازم نصنفها حتى ندرسها على راحتنا، او انت تصنفها على مود يمن تريد تشتري مستقبلا او تريد تحطها بالبيشنت ماوث، تعرف يمن راح تروح للمكتب راح تجيب. then according to the method of fabrication preformed و custom made. يعني شنو preformed؟ يعني هي مصنعة بالمانفكتشر بالمصنع وانت مجرد تشتريها جاهزه، والكوستوم ميد انت راح تشتغلها.
according to the material used. هسه حسب الفابريكيشن مالتها اما تجيك بري فورمد او كاستم ميد according to the material used. اما رزن تستخدمها من ماده تجي يعني تصنع من ماده الرزن او بري فورمد مصنعه مسبقا اللي هي بولي كربونات هذا قدامكم والسيلولويد اسيتيت اللي هو هذا السيلولويد وهذا البولي كربونات هذين الاثنين من ماده رزن اثنينهن من ماده رزن تمام او كوستوم ميد اللي هو اكريليك هذا الاكريليك زين او البيز اكريليك كومبوزيت او ماده الكومبوزيت تمام شوفوا هاي ماده الكومبوزيت يما تلبسها تصير بهالصوره هاي بهالشكل هذا بايكربونات على العموم هسه الميتال هم ماتين عندك بري فورمد حسب الماتيريال قلنا شنو اول نوع اللي هو الرزن قلنا اما بري فورمد او كوستوم ميد يعني الكوستوم ميد اما ماده اكريليك يجيك تخبطه وتستخدمه او تجي ماده كومبوزيت تسوي لها سيتنج تمام او بري فورمد اللي هو البولي كربونات اللي شوفت لكم اياه والسيلولويد اسيتيت النوع الثاني اللي هو حسب الماتيريال يجيك معدن ميتال الميتال هم ماتين بري فورمد اما يكون مصنع اللي هو يجيك من الومنيوم او تن سيلفر او نيكل كروميوم او كوستوم ميد يصنع بالمختبر اللي هو كاست ميتال الوي according to the duration of use انت ايش قد تستخدمها اما عندك شورت تيرم او لونج تيرم شورت تيرم يعني مثلا اسبوع او 10 ايام ويدز لك بالمختبر الشغل او لونج تيرم مثلا مثلا بالاطفال او هيك شيء ممكن انت تريد يعني تستخدمها مثلا لستة اشهر او لمده سنه تمام هاي لونج تيرم according to the technique of fabrication التكنيك اللي انت شلون تريد تسوي هذه اللي هن عليها كوستوم ميد اما دايركت تكنيك اللي هي تصنعها كليتها انت قاعد بالعياده يمك البيشنت وتصنع له التمبرر ريستوريشن وتخلي له اياه ويروح او الاندايركت تكنيك اللي هي تصنعها على الكاست على مود تقلل الوقت انه البيشنت قاعد يمك بالعياده مجرد تسوي له بريبريشن بسرعه تخلي له التمبرري ويروح لانه انت اصلا مصنعه على صفحه على الكاست نقول عليه اندايركت تكنيك يعني انا اخذ طبعه هسه شوي نشرح كلها ان شاء الله زين البري فورمد تمبرري كراون شنو هو البري فورمد اللي يعني هو مصنع اصلا قلنا مصنع المانفكتشر بري فورمد generally they consist of a shell of plastic or metal and maybe cemented directly on the prepared tooth following adjustment or after lining them with a resin material they are indicated for a single or multiple preparation these include يعني يقول لك هذا مصنع هو بالمختبر وانت ممكن تجي شويه تسوي له تعديل وتخليه او تسوي له ريلاينج بالرزن وتخليه للبيشنت فما عندك اي مشكله. تمام اول نوع قلنا الميتال تمبرر كراون شوفه يجيك بهالصوره هذه بهالشكل زين من معدن. الميتال كراون ار mainly used فور ذا posterior teeth تستخدمه طبعا للposterior teeth they are made of stainless steel nickel chromium aluminium the most commonly used الميتال temporary crown is aluminium temporary crown اكثر واحد تستخدم الالومنيوم لانه سهل الادجستمنت which is of two type non anatomical or flat taper والمورفولوجيكال يعني هذا اما انه يكون الاكلوجال سيرفيس مالته عدل زين او مورفولوجيكال اللي هو مثل هذا يعني سن عادي بالفوسة والكاسب اللي هو المورفولوجيكال او نون اناتوميكال العفو اللي هو يكون الاكلوجال سيرفيس مالته سترايت without any anatomy تمام النوع الثاني اللي هو البلاستيك تمبرر كراون ذن البري فورمد جيناهن اول شيء الميتال وثاني شيء هو البلاستيك البلاستيك هسه هذا اول نوع اللي هو قلنا الكربونات البولي كربونات وسيلولويد اسيتيت هذين هم نفس الشيء تحتاج لهم تعديل بسيط وتخليهم بالبيشنت ماوث
They are mostly used for anterior teeth. تستخدمها الأسنان الأمامية. For their use, nearly the same as the for the metal. نفس الشيء. همات تسوي له adjustment بسيط وتسوي له cementation فوق ال prepared tooth. They are these of plastic temporary types of plastic temporary crown. اللي هو البوليكربونات هذا والأكريليك temporary crown. هذا. البوليكربونات made from البوليكربونات plastic combined with a micro glass fiber. They are available for interior and posterior teeth. موجود interior and posterior. والأكريليك temporary crown made from acrylic resin tooth color. نفس لون السن. تمام. They are available for different size color. They are for interior teeth. They use for interior teeth. In case we needed to improve the fitness of the temporary crown or if there is no size which approximately fit the prepared tooth, we can realign the temporary crown with a resin material to improve its fitness after selection of the most suitable size and shade of the crown and cutting its edge according to the finishing line. تقدر انت تسوي له adjustment, تسوي له relining, تحط لك material relining, تسوي له adjustment على مود يكون نفس ال finishing line وتقعده. تمام. The procedure for relining could be done either directly on the prepared tooth or similar to that of the celloid temporary crown, or could be done indirectly on the study cast of prepared tooth. هذا ما مطلوب من عندكم الشرح. تمام. اللي أريده من عندكم هسه تعرفون انه اكو عندنا البري فورم يجي اما بشكل معدن, والمعدن يكون اما اناتوميكال او نون اناتوميكال. تمام. وانت تقدر تسوي له ادجستمنت وتقعده, او يجيك على شكل بلاستيك. البلاستيك اللي هو يكون اما بوليكربونات او اكريليك. تمام. النوع الثالث من الـ البلاستيك هو يجي على شكل سيليلويد كراون فورم. هذا شو تسوي؟ تخلي بالماده, تخلي بالماده مثلا الرزن, ماده الرزن, وتكبسه على التيث, ياخذ لك الشكل وتسوي له سيتنج. تمام. وبعدين تشيله هذا السيلويد كراون فوق, تشيله يعني يكون بالضبط مثل القالب مولد. تمام. مثل المولد. زين. الكوستمايز تمبرري كراون اند بريدج, هذا طبعا هم تيجي فور بوستيرير اند انتيرير تيث, نشتغله ويامن ويا الرزين. زين. الكوستمايز تمبرري كراون اند بريدج. الكوستمايز شنو يعني؟ اللي انت تصنعه اللي انت تصنعه بيدك وتخليه للبريبير تيث. هذا النيتشه يجني جاهزات مثل ما قلنا التايب اوف يعني تايب اوف فابريكيشن. عندنا بري فورمد وكوستم. اللي بري فورمد شرحناها يجي اما على شكل معدن او بلاستيك, اما متل او بلاستيك. البلاستيك يجي عندك اما سيلولويد او اما يجي عندك سيلولويد او يجي عندك اكريليك او بوليكربونات. تمام. نجي على الكوستم تبرر كراون اند بريدج اللي انت تسويهن. الماتيريال يوز هذا شلون انت تسوي؟ تشتغله بالكلينيك يمك من عده مواد, اللي هي مواد البوليمر. تاخذ امبريشن بالالاستومر, اغلب الاحيان بالالاستومر تاخذ امبريشن اما بالالجينيت او بالالاستومر. تجهز تسوي بهاي الامبريشن مالتك القالب, تسوي تمبرري ريستوريشن, وبعدين تسوي بريبريشن وتلبس التمبرري ريستوريشن. وتاخذ طبعا انت ورا ما سويت بريبريشن تاخذ طبعه ثانيه اللي راح تدسها للمختبر حتى يسوي لك الديفينيتيف ريستوريشن. الماتيريال يوز انت شلون تقدر تسوي الكوستوم تمبرري كراون؟ ماتيريال اما من ماده الاكريليك, هاي حاطت لكم اياه اللي هو بولي مثيل ميت اكريليت, او الادفانتج مالتها تكون لو كوستي, جود وير ريزيستنس, جود استاتيك, هاي بوليشابيلتي, جود كلر ستابيلتي. الديس ادفانتج سيجنيفيكانت اماونت هيت جيفن, يعني هو اكزوثيرميك رياكشن. تمام. الديس ادفانتج مالتها اكزوثيرميك رياكشن, فراح تاثر لي على التشو. الهاي ديجري اوف شرينكج يصير بيها شرينكج اذا دايمنشنال ستيبل, والسترونج اوبجكشنبل اودر, الاودر مالتها مو كلش مو حلوه. زين. شورت وركينج تايم بسرعه يصير بيها سيتنج, هارد تو ريبير من الصعوبه انه تسوي لها ريبير, ماست بي ميكس, وراديو لوسنت اذا تريد تاخذ اكس راي.
اهم شيء تعرف انه عندك ماده اكريليك تقدر تستخدمها لما تروح لل اهم شيء تعرفوا انه عندنا المواد اللي اقدر استخدمها حتى اسوي التمبرري كراون، وطبعا هوايه من الاطباء اللي يستخدموه بالعيادات. اول المواد هو الاكريليك، تجي العلبه مالته بهالصوره هذه، زين تقدر تسوي التمبرري كراون وتسوي له سيمنتيشن بعد ما تاخذ الامبريشن. الماده الثانيه اللي هي بولي مثيل ميث اكريليت، او يصيحولها الار اثيل فينيل ايزوبيوتيل، تمام، اللي هي هاي الشكل مالتها. هم الادفانتج مالتها لو كوست لس هيت جيفن اوف ديور اوف ديورنج رياكشن ذن بولي مثيل ميث اكريليت، لس شرينكج ذن بولي مثيل ميث اكريليت، واكستند وركينج تايم، شويه حسنوا من المشاكل الموجوده بالبولي مثيل ميث اكريليت. الديس ادفانتج مالتها لس استاتيك ذن اذر، وبور وير ريزيستنس، بور كلر ستابيليتي، سترونج اوبجكشنبل اذر، hard to repair و must be mixed و radiolucent. زين البيس اكريليت كومبوزيت النوع الثالث اللي هو هذا البيس اكريليت اكريل كومبوزيت، هذا الادفانتج مالته لس شرينكج ذن اكريليك و مينيمال هيت جنريتد ديورينج سيتنج ريأكشن و ريليتيفلي هاي سترينث و مينيمال اذر و اكسلنت استاتيك و must product used auto mix delivery where can be repaired or characterized using resin composite easy to trim good color stability or radiolucent. Disadvantage a greater cost than the acrylic where some do not have a rubbery stage where viscosity mate cannot be altered where sticky used layer present after polymerization maybe more brittle than the acrylic. النوع الرابع اللي هو epimines اللي هو الرزن ماتيريال، الرزن ماتيريال هذا تقريبا نفس مادة الاكريل الكومبوزيت اللي نستخدمه بالانتيريور فيلينج، تمام، اسوي فد بليت واخلي الماتيريال بيها، اسوي لها ادجستمنت، اخلي الماتيريال بيها، بعدين احطها على البيشنت ماوث بالبيشنت ماوث واسوي لها سيتنج، بعدين اطلعها اعدل شويه الحافات مالتها واسوي لها سيمنتيشن. الادفانتج لو اكزوثيرميك هيت ريأكشن ديورنج بوليمرايزيشن، لو ريسيديوال مونومر كونتاكت، اند لو فوليومتريك شرينكج. ذس ادفانتج جود نوت بي التيرد اور ريبير ويك لو ديجري اوف هاردنس. هذني الادفانتج والديس ادفانتج مالت المواد، ما اريدكم تحفظوهن، مجرد انه تعرفون الماتيريال المتوفره عندكم، اما نوع اكريليك او البولي بولي ميث اكريليت بولي ار ميث اكريليت، والنوع الثالث اللي هو البيز اكريل كومبوزيت، والنوع الرابع اللي هو ابنيس اللي هو الرزن ماتيريال. ذني اربع انواع، اهم شيء تعرفوا لي بس الانواع مالتين. هذا اللي موجود بالازرق ما مطلوب من عندكم. زين الميثود اوف construction of customized temporary crown and bridge. هذه بس انتبهوا لي عليها شوية راح تفتهموها. According to the type of the material used for the mold or matrix construction, we have following method. Impression method, template method, polycarbonate matrix method, acrylic shield method. اذا حسب الماتيريال اللي انت تستخدمها حتى تسوي القالب حتى تقعد التمبرر كراون او تسوي التمبرر كراون تقدر تقسمها هاي هذه التقسيمات. هاي ما مطلوبه من عندكم، هاي ما مطلوبه من عندكم، التكنيك مطلوبه من عندكم. تكنيك فور ذا فابريكيشن اوف كاستمايزد بروفيشنال ريستوريشن هذا مطلوب. اذا هذه اللي لونها بلو، وهذه اللي according to the material for used for the mold، لأني ما مطلوبات من عندكم. زين التكنيك عندكم أما direct technique أو indirect technique أو direct indirect technique، يعني أنت شلون تسويهن هذني لازم تعرفهن، الطرق أنت شلون تشتغلهن، لأنه هذا شغلك أنت بالعيادة لازم تعرفهن.
او بينك بين العياده لا بين التقني، فلازم انت تفتهم شلون قاعد يشتغل التقني زين حتى انت تقدر توجهه تكون قايدر عليه. The most commonly used method is the impression method، اللي اكثر ميثود نستخدمها من ذني الفوق اللي هي الامبريشن ميثود، اللي هي the most commonly used method is the impression method اللي هي الجينيت والالاستومر. الالاستومر ليش؟ لانه تقدر تستخدمها عده مرات، بس الالجينيت لا. الالجينيت شويه عندك الابزورب الرزن اكزوثيرم زين، وما تقدر تستخدمها عده مرات. الالاستومر يعني ذني جماعه السيليكون، سيليكون وجماعته ذني يكونن كلش حلوات بهذا الشغل وتقدر تستخدمهن عده مرات. الادفانتج سمبل وكوك وان اكسبنسيف. زين نجي على الدايركت كلينيكال بروسيجر فور ذا دايركت تكنيك. شوف انت عندك هسه هذا البيشنت ماوث، انت قاعد تعوض له هذا المكان، نبدا من هنا نشرحها. انت قاعد تعوض له هذا المكان، فتجي شو تسوي؟ تجيب لك فد يعني بروستاتيك تيث، بروستاتيك تيث موجود عندك بالعياده، تخليه بهالمكان هذا زين اللي انت قاعد تعوضه، تخليه بهالمكان وتجي تاخذ له امبريشن، امبريشن صغيره على قد المكان اللي انت راح تسوي له بريبريشن. انت اكيد راح تسوي بريبريشن لهذا السن وهذا السن حتى تعوض لي هذا السبيس. تمام، هذا التيث انا موجود عندي، هذا سينثيتك تيث ثبتت ان انا قعدت حتى اخذ طبعه، الطبعه ايش طلعت لي؟ طلعت بيها ذن الثري تيث اللي هو انا خليته واللي ذني بعدني ما محضرتهم بهالصوره هذه. تمام، هسه انت عندك الطبعه على صفحه محطوطه بها ذن الاسنان قبل التحضير وياها شنو البروستاتيك تيث. تمام، تطلعها على صفحه، طلعت عندك الطبعه كامله، اسنان كلها موجوده، راح شو تسوي؟ راح تجي تشتغل، تسوي تحضير، وخرت هذا التيث وجيت سويت بريبريشن للاسنان اللي انت تريد تعوض التوث الادجسنت لهم. تمام، ورا ما خلصت راح شو تسوي؟ تحط هاي الماتيريال اللي هي الرزن، ماده الرزن او الاكريليك، شو اي ماده من ذني اللي جسه شرحناهن زين، هاي الفوق خليتها وين؟ تخليها بال بال بالامبريشن اللي انت اخذتها، وترجع وين تكبسها؟ تكبسها على الاسنان اللي انت حضرتهن وهذا السبيس اللي موجود عندك. راح ورا ما يصير بي سيتنج اواخر الامبريشن راح تطلع لك بهالشكل هذا. اجي اطلعهن اشيلهن من الاورال ماوث، اعدلهن، اشيل هذا الزايد اللي من عندهن اللي موجود على الاج على الحافات كلها اوخره زين، واجي اقعده اسوي له سيمنتيشن بهالصوره هذه، اسوي له سيمنتيشن على ما يجي الشغل مالتي والبسه للبيشت بهالصوره هاي تغطيته. تمام، هاي الدايركت ميثود. اي شيء ما تعرفوا بالمحاضرات دزولي خبر على مود اعيد لكم الشرح مالته. تمام، هسه نجي على اليمن على الكلينيكال بروسيجر فور ذا اندايركت تكنيك. الاندايركت تكنيك شلون راح نشتغلها؟ الاندايركت معناته انت ما راح تشتغل الشغل بالبيشنت ماوث، راح تشتغل له اوت اوف بيشنت ماوث، تشتغل على الكاست وبعدين تجي وين تحطه بالبيشنت ماوث. ليش اشتغل انا الاندايركت؟ على مود اقلل الوقت اللي هو البيشنت قاعد يمي، واقلل الفتره مالت المراجعه مالت البيشنت. تمام، زين هسه انت عندك هذا البوزيشن تريد تعوضه، تاخذ له طبعه قبل ما تسوي تحضير، ما اخذت طبعه سويت كاست. تمام، اجي شو اسوي؟ اخلي هذا البروسيسز العفو الارتفيشال تيث خليته، اجي اخذ امبريشن نفس الشغل اللي اشتغلته بالدايركت، بس كانما بكان ما شغل بالبيشنت ماوث على الكاست، اجي اخذ الامبريشن بعد ما سويت انا تحضير للتيث، ارجع للبيشنت ماوث، سويت تحضير للتيث راح اخذ طبعه بسرعه، هو قاعد يم المراجع اخذ طبعه واصب كاست. من شنو الكاست؟ يكون من بلاستر على مود السيتنج مالته سريع، يعني ماكو ربع ساعه، ربع ساعة 10 دقائق انت صار عندك كاس جاهز. تمام، اجي شو اسوي؟ هاي الامبريشن اللي اخذتها مالت التيث الكاملة اجي اخليها مادة الاكريليك او الرزن شو اي مادة انا مستخدمتها، واكبسها على اليمن على هذا الكاست اللي اني المحضرة بيه الاسنان.
صار عندي بهالصورة هذه أعدله وأثبته كليته على الكاست، أجي أحطه بالبيشنت ماوث أغطيه بهالصورة هذه، أغطيه على ما أكفره، أسوي له سيمنتيشن على ما يجيني الكاست ماتي أشيله وأخلي البروسيسز الجديد. زين نجي على الميثود الثالثة اللي هي كلينيكال بروسيجر فور ذا دايركت ان دايركت تكنيك. طبعا السمنت كليته تستخدم زنك اوكسايد ايجينول، تستخدم الزنك اوكسايد ايجينول سمنت على مود تسوي له سيمنتيشن. ليش؟ على مود بسهوله تشيله. زين هسه الدايركت ان دايركت ميثود هذه شنو راح تكون بين البيشنت ماوث؟ لا بين الدايركت ان دايركت ميثود بين البيشنت ماوس لا بين الكاست. شوف هسه انت عندك هذا الكاست مثل ما قلنا اخذت امبريشن للبيشنت قبل ما اسوي له بريبريشن. زين حطيت الارتفيشال تيث، اجيت اخذت امبريشن، ورا الامبريشن ايش صارت عندك؟ صارت عندك هذه الامبريشن اللي هي البروسيس قبل ما تتحضر. تمام ورا ما اخذت انت سويت بريبريشن اخذت الكاست. زين اخذت امبريشن وسويت العفو، اخذت الامبريشن وسويت عندك الكاست، اجي شو اسوي؟ هذه الامبريشن اللي انا اخذتها قبل ما احضر الاسنان احط بيها الميكست رزن او اكريليك خليته بداخلها، واجي اكبسه على اليمن على هذا على البريبيرد كاست. تمام واعدله وافنشه خليته على الكاست وبعدين اسوي له ديليفري للبيشنت ماوث. العفو هنا أنا اكو عندي رونج يعني هسه قاعد انتبه عليه، شرحت لكم في شيء خاطئ يعني مو خاطئ بس للتوضيح. هنا أنا الكاست احسن ما ارجع للبيشنت. العفو انا بدي اشرح لكم لانه الدايركت ان دايركت ميثود الفرق عن الدايركت عن الان دايركت ميثود انه انت مو بعد ما اخذت الامبريشن راح شو تسوي انت بالمختبر رأسا شو تسوي؟ تسوي preparation للأسنان، تسوي preparation على الكاست. تمام ورا ما تسوي preparation على الكاست تجي تاخذ له طبعة جديدة. زين العفو تجي تسوي عليه بعد ما اخذت له بعد ما سويت له preparation تحط الأكريليك وتسوي له covering وتعدله وبعدين تروح تحطه بالبيشنت ماوث. زين شنو الديس ادفانتج مال هاي الطريقه؟ الديس ادفانتج ممكن انه يعني البريبريشن اللي سويته على الكاست مو نفس اللي راح تشتغله انت وتسويه، ومو نفس القياسات اللي راح تكون بالبيشنت ماوث، فاكيد راح تقوم هم ترى راح تسوي ادجستمنت من جديد، هم راح تقعد تسوي ادجستمنت من جديد، فيعني مثل ما واحد يقول ما سويت شيء. يعني هم ماتين اخذت وقت، فهم سووا هاي الدايركت ان دايركت تكنيك اللي دايركت ان دايركت تكنيك سووها على مود يختصرون الوقت، يعني انه البروسيس احسن ما هو البيشنت قاعد يمك او تاخذ له طبعه بعد ما حضرت الاسنان تاخذ له طبعه وتروح تسوي له البروسيس تجهزه بالعياده وتحط لي اياه على مود كل الشغل يصير بالمختبر اكتشفوا هذه الميثود. زين سووها كليته على الكاس، قال لك أنا جبت الكاست خليته وأخذ الطبعة، أنا أسوي preparation للكاست وأسوي له professional temporary restoration وأعدله وأروح مجرد أول ما أسوي preparation أقعد له temporary restoration وخلاص. تمام هاي direct indirect technique. الadvantage of indirect offer direct technique شنو الadvantage مالته؟ There is no direct contact of a free monomer with the prepared tooth teeth or gingival tissue which may cause tissue damage or allergic reaction. يعني انت دا تشتغل خارج البيشنت ماوث فما راح يكون كونتاكت، تعرف انت المونمر هماتن الادر مالته مو حلوه والزوثرميك رياكشن فما راح يسوي لك دامج لا للتشو للسوفت تشو ولا للتوث. زين the procedure avoiding subjecting
prepare tooth to the heat of the polymerization of the resin. The marginal fitness of the temporary restoration is significantly better. Then, save the clinician chair time. يعني راح تقلل chair time. زين اكو بعد عندك طريقه اللي هي vacuum formed the thermoplastic template method او vacuum formed template. هذا ايش راح تسوي؟ انت تاخذ طبقه قبل ما تسوي preparation للاسنان، تاخذ impression، تجي شو تسوي؟ تكبس عليها الكلير فينيل شيلد شيتس اللي هو انتم شايفين تقريبا مثل الريتينر مال الاورثو، ريتينر اوف اورثو. اكو جهاز يعني هي تجي بشكل مثل القرص دائري، تكون خفيفه بلاستيك خفيف بالضبط. زين تجي شو تسوي؟ تحط الكاس مالتك وتكبس عليه فد انسترومنت او فد شيت، ونفس الوقت حراره، يعني هذا الفينيل شيت تجهز عليه حراره وتكبسه على يمن على القالب، راح يطلع لك شكل التيث كليته او شكل الكاست مالتك كليته. زين نفس الطريقه اللي تسوي بيها العفو ما اعرف هذه اللي الشيء اللي وصلنا له، طريقه الفاكيوم فورم ثيرموبلاستيك ما اعرف تسجلت ذيك صار ريكوردد او لا، فراح اكمل لكم من عندها. الفاكيوم فورم ثيرموبلاستيك او التمبليت ميثود هو راح شو تسوي انت؟ راح تسوي تمبليت زين بالجهاز اللي قلت لكم عليه، اللي هو يعتمد انه انت تجهز حراره على هذا الكلير فانيل شيت، تجي يعني بصوره بالضبط مثل القرص تمام، وتجهز عليها حراره وتكبسها على اليمن، تكبسها على الكاست ماتك، راح تطلع لك بالضبط شكل التيث اللي موجوده عندك. فهذه انصح لها احنا التمبليت، هي بالضبط نفس الريتينر اللي تستخدموه بالاورثو. على العموم هسه انت سويت تمبليت، اخذت قالب، اخذت امبريشن، سويت كاست زين، سويت عليه التمبليت حطيته على صفحه، اجيت سويت بريبريشن للتيث، شو تسوي؟ تخلي ماده الرزن تخبطها، تخليها تسوي لها ميكسينج، تخليها بالتمبليت وتجي تحطها بالبيشنت ماوث. بعد ما خليتها بالبيشنت ماوث اسوي لها سيتنج تمام، بعد ما سويت لها سيتنج اجي اسوي لها ادجستمنت للمارجن مالتها، اسوي لها ادجستمنت وبعدها اسوي لها سيمنتيشن. طبعا الثرموبلاستيك فاكيوم او الفينيل اللي استخدمه 5.5 انش دايمنشن اور 0.25 انش ثيكنس. هذا ما مطلوب من عندكم، المهم بس الفكره. زين التمبرري ريستوريشن فور توث بريبيرد تو ريسيفد بوست. زين اذا انت جاي عندك يعني مثلا التيث قاعد تسوي له البوست، اكيد اخذتوه بالاوبراتيف. شنو معنات البوست؟ انه اكو عندك تيث موجود مشتغل له انت عنده، بس ما بي ستراكشر هوايه طالع عن الاسنان، لازم تحط له بوست وبعدين تسوي له كراوننج، تسوي له بوست تمام، بوست وكراوننج. زين بهالحاله هذا انت شو راح تسوي له تمبرر كراون؟ مثلا هسه عندك اللور كناين او اللور لاترال، او مثلا هسه هنا عندك اللور 6 موجود عندك بس الروت وجزء بسيط من الروت فوق الجنجيفه، نتو ستراكشر اوفر ذا جنجيفه. زين بهالصوره هذا شلون راح تقدر تثبت التمبرر كراون عليه؟ طبعا شو تسوي؟ تجيب فد واير زين اكستنتد سوبرا جنجيفالي، تحطه بالبريبيرد كانال تمام، تدخله بالبريبيرد كانال وتخليه يطلع سوبرا جنجيفالي شويه على مود تخليه شنو
outside the canal prior to construction of the temporary crown. قبل ما انت تسوي temporary crown. After that you can constructed the temporary crown. بعد ذلك انت تقدر تسوي temporary crown اللي انت مخليه ببالك وراح تقدر تسويه او بالطريقة اللي احنا شرحناها قبل شوية. زين. As a result, at the end, the wire will be apart within the formed temporary crown. شوف هنا بعد ما صار setting, لو فرضنا انه هذا الواير, طبعا هذا البوست هو بالضبط هيجي يكون شكله, راح يكون الواير هو يكون كجزء من temporary crown. زين. اذا الواير هو راح يعوض لك عن البوست. زين. اذا اخلي واير بالكنال واطلع جزء من الواير اوتسايد واسوي التمبرر كراون على نفس الطريقه او نفس الطرق اللي هسه شرحناها احنا شلون تريد تسوي, اسوي بنفس الطريقه راح يصير عندك تمبرر كراون وجزء من عنده هو الواير اللي انت مخليه انسايد ذا كنال. زين. سيمنتد فور ذا بروفيشنال ريستوريشن. انت بيش تسوي شو اسمه السيمنتيشن للبروفيشنال ريستوريشن او التمبرر ريستوريشن مالتك؟ طبعا لازم تخليه فد ماده سمنت همات يعني فاكشنالي اكسبتابل, مو اثناء الفاكشن مثلا اثناء الايتنج او هيك شيء يعني يصير بيها فراكتشر او مس restoration, تفقد الريستوريشن مالتك, ونفس الوقت يكون من السهوله عليك انه انت تشيله لما يجيك الريستوريشن جاهز من المختبر, يعني بسهوله تقدر تشيله من البيشنت ماوث. اذا ideal properties of the cement, لازم ability to seal against the leakage of the oral fluid, لازم ما يخلي لك الاورال فلويد يدخل لي التوث, لانه احنا قلنا نحط البروفيشنال توث على مود او البروفيشنال كراون على مود شنو بروتكشن للبلب. السترنج consists with intentional removal. زين. Low solubility. مو بسهولة يذوب بالسلايفة. Chemical compatibility with the professional polymer. يعني يكون compatible with the material used in the construction of temporary crown. Where ease of eliminating excess. بسهولة تقدر تشيل الزيادة من عنده. Where adequate working time and short setting time. وبسرعة يصير عندك بي setting time وتقدر تسوي له mixing بوقت كافي. زين. السمنت تيوز إذن يا هي من أنواع زنك أوكسيد إيجينول هو سيدهن, ويجي وراها reinforced zinc oxide إيجينول. بس تحفظوا لي هاي الزنك أوكسيد إيجينول, وأقعدكم مادة ثانية نقول عليها reinforced zinc oxide إيجينول, يكون مقوى, ضايفين ماده للليكويد مالته يخلون السيتنج تايم مالته اسرع ويخلوه اقوى. زين. ونون ايجينول سمنت هو نفسيته الزنك اوكسايد, بس يستعيضون عن ماده الايجينول بماده ثانيه نوت سوفت ريزن از بروفيشنال. they use الكاربوكسيليك اسيد in place of ethanol. يستخدمون الكاربوكسيليك اسيد بدل الايجينول. وعندك الماتيريال الرابعه اللي هي التيم بوند, نصيح له تيم بوند كلير از ذا ترانسلوسنت سيمنت وذ ترايكلوزان ان انتي باكتيريال اند انتي فانجل ايجنت. تمام. زين. اذا احنا بس تقول لي انه استخدم, حتى لو اجيب لك اياهم ذني مثلا فراغات او هيك شيء, يعني انت تعرف انه احنا بصوره عامه نستخدم الزنك اوكسايد ايجينول, اما انه نقول ويا رينفورس زنك اوكسايد ايجينول او نقول عليه نون ايجينول سيمنت, يعني استعيض عن الايجينول بماده الكاربوكسيليك اسيد او التيم بوند كلير زين سيمنت وذ الترايكلوزان. المهم اقدر اجيب لك, شوف اكو فد ماده انا هنا مخليت لك اياها باراجراف لون ريد حتى تنتبه, الزنك فوسفيت والزنك بوليكاربوكسيليت والجلاس اينومر سيمنت ار نوت يوز بيكوز ذير كومباراتيفلي هاي سترينث ميك انتشنال ريموفال ديفيكالت. يعني لما اجي اريد اشيل البروسيس حتى احط البروسيس مالتي جاهزه تكون صعبه,
اصلا هذين الماتيريال احنا نستخدمهن المن للبيرمننت ريستوريشن، استخدمهن كسمنت المن للبيرمننت ريستوريشن. بالبروفيشنال او التمبرر ريستوريشن استخدم بس الزنك اوكسايد ايجينول، بالبيرمننت استخدم الزنك فوسفيت، الزنك فوسفيت والزنك بوليكاربوكسيلات والجلاس عينمر. زين هذا اللي ممكن اجيبهن تروفولز، ممكن اجيبهن فراغات، تمام؟ فتنتبهون على هذا الموضوع او اختيارات. فهذا شيء مهم هذه المحاضره. في امان الله، اتمنى يعني تكونون افتهمتوا المحاضره، ومثل ما قلت لكم اي سؤال انتزوا لي. وانا اعتذر هاي المحاضره صارت يعني 4 بارتات، فتنتبهون على هذا الموضوع يمن ينزل لكم اياها زميلكم عبد الرحمن. هذه المحاضره 4 بارتات حتى ما تفقدون جزء من عندها. في امان الله.